أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ف
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله
ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا صدق الله العظيم.